ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يصير يعني بالثلث الهجومي، اللاعبين ما يجون على الدائرة، يصير مسافة كبيرة. وإذا كانوا بالغين عندك أوكي، ما في مشكلة، عشان نجعلهم يهاجمون الكرة المصوبة على الهدف. فاللاعب الأول يلعب كرة للاعب رقم 9، يعني على الأقل مسافة معينة عشان يركض لها اللاعب رقم 9 ويصوبها على المرمى. بيس اوف كيك، افرض صواب عالي. في لحظة التصويب اللاعب الثاني يهيئ الكرة الثانية أمام الهدف الأصلي خارج منطقة الجزاء، يهاجمها اللاعب نفسه 9، يصوب على المرمى. إذن اللاعب 9 صوب كرتين من مجهزين. حال الانتهاء من تصويب الكرة الثانية، الساند الأول يلعب كرة اللاعب رقم 10، لاعب رقم 10 هاجم الكرة الثالثة يصوبها على المرمى. المهم يسجل بأي طريقة من التكنيك. رأسا بعد التصويب، الساند الثاني أو المجهز الثاني يهيئ كرة خارج منطقة الجزاء، يهاجمها اللاعب رقم 10 ويصوب على الهدف. ذول الاثنين بعد ما يخلصون يبدلون ذول الاثنين، يجون ذول الاثنين يقدمون كمهاجمين ويأتون ذول خلفهم حتى يصيرون مهاجمين بعد ذول، ومن يخلصون ذول الاثنين يجون ذول الاثنين، وهكذا زوجي بدل زوج، زوجي بدل زوج. يكون تدريب تخصصي يعني ممتاز بالنسبة للستة أو الثمانية، أو يكون تدريب عام بالنسبة لكل اللاعبين. هذه التمارين البسيطة، هذه التمارين المنتجة، جدا منتجة. إذا تريد تهتم بما يعرف بالجانب الفني، أي التصويب على هدفين بكرتين للاعب واحد، قرب المسافة بين اللاعبين ذولا وبين منطقة الجزاء والأهداف الجانبية، يعني يتقربون اللاعبين على بعد 25 ياردة من قوس الجزاء. فالكرة الأولى تكون بينه وبين الهدف جانبي يصوبها، والكرة الثانية تكون بينه وبين الهدف الأصلي يصوب الكرة الثانية، وهكذا من الجانبين، مع الاعتبار الضروري أنه بعد عدة محاولات، يعني لو كل زوج عمل 3 مرات نبدل مكان اللاعبين اللي على جانبي الهدف الأصلي، فعشان اللاعبين يصوبون مرتين على الهدف اللي في جهة على الهدف في جهة اليمين والهدف الأصلي، وكذلك على اليسار. يعني فيصيرون ذول اللي صوبوا الكرة الأولى على الهدف اليمين راح يصوبوا الكرة الأولى على الهدف اليسار وبالعكس. يعني بدل اللاعبين، لا تجعل اللاعبين سترو تايب بلاير، يعني اللاعبين ما عندهم تفكير في التغيير والتبديل والانتقال والبحث عن فراغ، خليهم متحركين، اعطيهم حرية الحركة في الساحة. فمن الدرب لا تجعل التدريب فقط للاعب 9 من هاي المنطقة، لا، يبدل ويا 10 يجي هنا صوية ثانية ويصيرون أجنحة ويصيرون مغذين ويصيرون منتظرين، وهكذا يكون التدريب في كرة القدم. وهاي كلها أسميها أنا traditional training، هذا تدريب تقليدي. أنا بجرب هذا التدريب 100% في العراق قديم مع منتخب الناشئين. يمكن يتذكرون عني أولادي الآن، هم مدربين ما شاء الله، ونوعية من الناس قل مثيلها أبدا أبدا. يعني سبحان الله، الجيل القديم مع كل الاحترام للجيل الحالي، الجيل القديم يعني عندهم نوع من أنواع قوة المجتمع
المؤثرة فيهم، البيت والأب والأخ والأهل، يعني متأثرين، ما متأثرين كثير بالشارع، متأثرين بقوى المجتمع اللي كانت تحكم المجتمع آنذاك. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستمر الجميع على احترام قيم المجتمع، لأن قيم المجتمع أنا سمي الشارع والبيت هم المنشأ الحقيقي للإنسان، وليس المدارس والكليات، أبدا أبدا، هو قيم المجتمع، لأن الإنسان يتربى بالمجتمع أكثر فترة زمنية من عمره عما هو عليه في الشارع، عما هو عليه في المدرسة أو في الجامعة. فننتبه إلى أنه يعني مدح الجيل السابق هو مدح لآبائهم، لأجدادهم، ولأصولهم. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، كما أني دائما أؤكد لكم أن هذه أفكار ليس إلا، صلوا على سيد رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين بإذن الله تعالى. مع السلامة ومساكم الله بالخير.